الحكام المصريين هيفضلوا محل ثقة لكل المنظومة الرياضية في النادي الأهلي أو منظومة كرة القدم في النادي الأهلي، ولكن هناك بعض الأخطاء التي تؤثر وبشكل سلبي على النادي الأهلي. نتمنى أن يكون هناك تركيز شديد في الخمس مباريات القادمة، والعدالة التحكيمية تكون متوفرة سواء للخمس مباريات اللي في النادي الأهلي أو في المباريات الهامة في الدوري العام المصري. طيب، في موضوع برضو آخر الحقيقة خلوني أتكلم مع حضراتكم فيه. يعني في إطار الحملة الممنهجة اللي ماشية خلال هذه الفترة، وأنا هنا بالمناسبة أكتر حد انتقد الجهاز الفني واللاعبين بعد أي خسارة بتحصل في ملعب الأهلي. هل ده ما حصلش يا جماعة ولا حصل؟ حصل. قلنا إن هناك أخطاء فنية كانت واضحة في الأول، ولكن عندما تكون هناك حملات ممنهجة علشان تخسرك الدوري أو تبعدك عن التركيز أو تخليك تبقى مشتت خلال الفترة القادمة، هقف وهتكلم، ومش هتكلم أي كلام، هتكلم بالأرقام. يعني إيه الأرقام؟ يعني 1+1=2، هو 1+1 ممكن يساوي 3؟ أبدا، عمره ما هيساوي 3. 1+1=2. هل السبعة أكتر من العشرة؟ السبعة عمرها ما هتبقى أكتر من 10. هل السبعة أكتر من العشرة؟ عمرها ما هتبقى أكتر من 10. فالأرقام هي لغة الحقيقة، الأرقام هي لغة الحقيقة. والنهاردة أنا عامل حاجة كده أنا والدكتور أحمد ثابت هنتكلم فيها عن مستر مارتن لاسارتي. ولكن قبل بس ما نستقبل الدكتور أحمد ثابت، لأن لسه في موضوع كمان عايز أتكلم فيه مع حضراتكم، هو مستر لاسارتي منذ قدومه لنادي الأهلي، وأنا هنا هتكلم عن الدوري العام المصري، أنا ماليش علاقة بالبطولات الأفريقية دلوقتي، أنا بتكلم على الدوري العام المصري. لاسارتي لعب كام مباراة؟ وهنا هقارن، مع أن أنا ما بحبش المقارنات دي، ولكن أنا هقارن ما بين الأندية اللي بتنافسك أو المفروض أن هي قريب منك، اللي هو نادي الزمالك ونادي بيراميدز، وهقارن ما بين مارتن لاسارتي وكريستيان جروس ودياز، التلاتة اللي بيتنافسوا على الدوري العام المصري. بيراميدز بعد، ولكن من الأندية المهمة اللي عملت شيء جيد هذا الموسم. فخليني أسأل حضراتكم، والسؤال هنا هيبقى إجابته رقم، السؤال هيبقى إجابته رقم. لاسارتي استلم إمتى القيادة الفنية لنادي الأهلي؟ ومعلش أنا بقى هبص هنا في الورق لأنه أرقام، فلازم هقول لحضراتكم الأرقام. أول مباراة كانت لمستر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي كانت يوم 4 يناير 2019، كانت أمام نادي بيراميدز. خلاص، مارتن لاسارتي لما دخل الماتش ده كان عنده كام واحد مصاب؟ حد يفكر لي كده ويقول لي كام واحد مصاب كان في قبل المباراة دي؟ 17 18 19 20، حاجة كده يعني. كان النادي الأهلي قبل هذه المباراة خرج من البطولة الأفريقية، خسر النهائي الأفريقي وخرج من البطولة العربية، وبالتالي هو جاي على فريق عنده انكسار، خروج من النهائي الأفريقي أو حالة معنوية سيئة جدا، خروج من النهائي الأفريقي وخروج من البطولة العربية. والنادي الأهلي وجمهوره مش متعودين على كده، مش متعودين على كده. فجي مارتن لاسارتي في الظروف اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم، لو أنا بقول أي حاجة فيها حاسين إن في أي حاجة بعتولي على صفحتنا قولولي رأيكم إيه في هذا الموضوع، ولكن أنا دايما لما بتكلم بلغة الأرقام، أو زي ما حضراتكم شفتوا كده مشاهد وفيديوهات بتبين الحقائق. مارتن لاسارتي جه يوم 4 يناير 2019 وكان في إصابات وكان في انكسار وكان في كذا وكذا وكذا. طيب، في المقابل بقى النادي الزمالك في ذلك الوقت كان، لأن نادي الزمالك هو المنافس التقليدي والحقيقي للنادي الأهلي هذه الفترة،
كريستيان جروس كانت الامور ماشيه بشكل جيد، ما كانش فيه لعب في البطولات الافريقيه، عنده فريق جيد بيكسب مبارياته كلها، وبالتالي كان بيحقق، ما فيش اصابات طبعا، كان بيحقق نتائج جيده في الدوري العام المصري. طيب كم ماتش اتلعب تحت قياده مستر مارتن لاسارتي؟ 17 مباراه في بطوله الدوري العام المصري، انا بتكلم على بطوله الدوري العام المصري، 17 مباراه. لاسارتي فاز في كم مباراه؟ او لاسارتي يبقى الجهاز الفني، فاز في 14 مباراه من ال 17، فاز في 14 مباراه من ال 17 مباراه، والاحصائيه امام حضراتكم. ولو فيها اي حد بيفكر، خلينا نفكر بالاسلوب المنطقي دايما، الارقام امام حضراتكم. النادي الاهلي نجح في ال 17 مباراه دي في حصد 43 نقطه، تعادل في مباراه واحده وخسر في مباراتين، جاب كام جون؟ 30 جون بمعدل 1.7 او 76%، هدف في كل مباراه. استقبل النادي الاهلي في ال 17 مباراه 9 اهداف. طيب على الجانب الاخر خلينا نروح لمدير فني قدير وكبير، رامون دياز المدير الفني لنادي بيراميدز. المدير الفني لنادي بيراميدز خاض 16 مباراة مع نادي بيراميدز، فاز في كم مباراة بقى؟ في 10 مباريات. كم نقطة مع رامون دياز استطاع أن يحصل عليها نادي بيراميدز؟ 35 نقطة. تعادل في 5 مباريات، خسر في مباراة واحدة، سجل 32 هدف، واستقبلت شباكه 16 هدف. طيب خلينا نروح بقى للمدير الفني الثالث، كريستيان جروس، واحد من أهم وأفضل المديرين الفنيين اللي موجودين في مصر خلال هذه الفترة. كريستيان جروس منذ 4 يناير لعب 12 مباراة في الدوري العام المصري، أنا بتكلم في الدوري العام المصري، لعب 13 مباراة، فاز في 6 مباريات أو 7 بعد مباراة امبارح، يعني أنا مش حاطط، ما كنتش حاطط الحقيقة مباراة امبارح، 7 مباريات فاز فيهم، تعادل في 4 وخسر في مباراتين. خسر في كام؟ خسر في مباراتين. سجل 21 هدف ودخل مرمى 12 هدف. طيب ده معناه ايه؟ الكلام اللي انا بقوله ده معناه ايه يا جماعه؟ الكلام اللي انا بقوله ده معناه او ان الارقام بتقول ايه؟ الارقام بتقول ان النادي الاهلي هو الاكثر فوزا بمعدل 82.35% خلاص؟ يليه نادي بيراميدز بمعدل 62%، يليه نادي الزمالك بمعدل أقل شوية. أما النادي الأهلي يعد الأقل تعادلا بنسبة 88.5%، نادي بيراميدز 31.25%، نادي الزمالك 33.33%. بالنسبة للنادي الأهلي واستقباله للأهداف، النادي الأهلي يمتلك أقوى خط دفاع فيما تساوى بيراميدز والزمالك برصيد 1.1% هدف في كل مباراة، أما النادي الأهلي كان 0.5%. كما أن النادي الأهلي الأعلى في فارق الأهداف بينما أحرزه وما تلقته شباكه برصيد 21 هدف، بيراميدز برصيد 16، الزمالك برصيد 9 اهداف. طيب هي الارقام اللي انا بقولها دي معناها ايه؟ وهيجي الدكتور احمد ثابت هنتكلم في ارقام اكتر من اللي انا بتكلم فيها دي. الارقام اللي انا بتكلم فيها دي معناها ايه؟ معناها ان النادي الاهلي هو الافضل في بطوله الدوري العام، النادي الاهلي هو الافضل في احرازه للاهداف وعدم استقباله لاهداف، النادي الاهلي الاكثر فوزا، النادي الاهلي الاقل تعادلا منذ وجود مارتن لاسارتي
على رأس القيادة الفنية للنادي الأهلي. أنا بس حبيت أوري لحضراتكم حاجة بسيطة جدا، بغض النظر عن المباراة بكرة أو ماذا سيحدث في المباريات القادمة، أنا بس حبيت أوري حضراتكم إن كل الحملات الممنهجة اللي طالعة خلال هذه الفترة وبتقول أصل لاسارتي ده مش عارف إيه، أصل لاسارتي ده هيمشي، أصل ده كذا ده كذا ده كذا، كل الكلام اللي بيتقال ده أنا بس رديت عليه ببعض الأرقام. بعض الأرقام اللي بتوري لحضراتكم قد إيه إن إحنا عندنا جهاز فني محترم، جهاز فني عايز يعمل حاجة خلال الفترة القادمة، عايز ياخد دوري عام. البطولة الأفريقية كلام تاني نقدر نتكلم فيها بشكل تاني لأن لها وضع آخر، ولكن أنا بتكلم على الدوري العام المصري. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير وبعد كده هرجع أتكلم عن بعض المؤجلات مهمة، كلام مهم جدا عن المؤجلات وما يحدث في موضوع المؤجلات ده، ولكن نطلع نشوف تقرير عن الدوري أو أن الأهلي أقوى دفاع في الدوري العام المصري. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع بقى نتكلم في موضوع المؤجلات ده.